شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، إن رسالة السادات لكم كانت واضحة، كتبها بدمائه التي روت تراب مصر المقدس، وجوهرها أن مصر تعلو ولا يعلى عليها، لا تقبل الظلم ولا المهانة، لا تستسلم لاحتلال أو طغيان، وأنها تطلب السلام العادل الذي تحميه القوة القادرة، فتسير وسط أمم العالم مرفوعة الرأس عالية الراية، تنشد التنمية والرخاء لشعبها ولمنطقتها وللإنسانية كلها. رحم الله الرئيس السادات زعيما خالدا تفانى حتى آخر قطرة من دمائه في سبيل وطنه، وتحية تقدير واحترام نتوجه بها اليوم لاسمه ولأسرته، مجددين العهد بأن تظل مصر ومصالحها العليا نصب أعيننا، لا نحيد عنها ولا نرضى بغيرها بديلا.